اللي حطيت. إذا السلام عليكم، راح ندير المراجعة إن شاء الله للبيان بلون للامتحان التجريبي، قلت لكم الامتحان معليش. أوكي راح نبدأ لكم بأول تمرين، نقرأ لكم التمرين وبعد نسألكم كل واحد يذكرني ونحلو مع بعض، داكوغ؟ قال لك write the following sentences into the passive voice. هنايا السؤال أنا قريته لك مازال ما شرحته لكش، على واش من الدرس ويهضر عليه؟ ذكروني. ولا وراي الكلمة المفتاحية في السؤال، يلا. passive voice بالمعنى بالعربية وش يسموه هذا passive voice؟ المبني للمجهول. excellent، المبني للمجهول، المبني للمجهول، صح؟ هنا يعني راه عاطينا هذو الخمس جمل، وش عاطيهم لنا؟ راه عاطي هنا المبني للمعلوم اللي هو the active voice، وحنا رانا نحولوه للpassive voice. شكون اللي يقول لي كيفاش نقوموا بتغيير من الاكتيف للباسيف؟ شكون اللي ذكرني؟ يلا قول لي. نديروا هذيك الكلمه هذيك الجمله اللي مور الفعل نحولوها لقدام، صح؟ فيري جود. زيد هذيك زعما بينتد هو الفعل. اي فيري جود اكسلنت، صح. خليني انا اقول لك وانت قول لي شكون هي اللي تحطها الاولى. هاي لك بيكاسو بينتد جيرنيكا ان 1937، شكون اللي تحطها الاولى؟ من جورينسا هذيك ان 1937. صح، ركز معايا دوك نعطيكم واحد الكلمه. شوف هنا قلنا الباسيف هو المبني للمجهول، وعندنا الاكتيف المبني للمعلوم. الجمله تاع الاكتيف كيفاش تكون؟ تكون متكونه من سابجكت فيرب اوبجكت، هذا هو المبني للمجهول ولا الباسيف فويس. تقلبهم كما قال لك الاخر، ندير الاوبجكت من بعد نخلي الفيرب في بلاستو من بعد نحط السابجكت. كاينه حاجه نضيف قبل السابجكت باي، هاي ليك. وهذا الفعل انتوما دوكا في الكاتخياماني قريتوه هنا، كيكون الفعل كيكون في الباست، خلاص باست سيمبل. يقول لك هذاك الفعل اللي يجي في الباست دير قبله يا اما ووز يا اما وير، والفعل تاعك هذا اللي عطاه لك حطوا لي في الباست بارتيسيبل. تبع مليح. الباس بارتيسيبل وشنو هو؟ هذا الفعل لازم يندار في الباس بارتيسيبل. الباس بارتيسيبل شوف اذا عطالك الفعل هذا في الايدي، فيه الايدي خليه كيما راه، صاي. اذا ما عطالكش فيه الايدي معناتها راهو irregular، معناتها فعل غير منتظم. اوكي هذاك لازم تبدلو، لازم تكون حافظ القائمه. اوكي كيما الفعل go في الماضي يرجع went، الباست بارتيسيبل يرجع gone. رجع للصفحه 131 باش تراجع هذوك الافعال، خلاص يكونوا irregular. تفهمنا؟ يعني هاي لك السابجكت يكون الاول نحطوه الاخير. زيد شوف الاوبجكت يكون الاخير نحطه هو الاول، ونزيدو هذيك باي، خلاص يجي الاوبجكت ووز ولا وير. ووز كيكون عندنا المفرد، وير كيكون عندنا الجمع. الفيرب نحطه في الباست بارتيسيبل باي السابجكت. اذا عطاو لنا مثلا حاجه فيها كا ان ولا اون، مثلا ان 1920، اون مانداي، ان بجايه مثلا. المهم الا طالك مدينه ولا طالك تاريخ، ولا خليها كيما راهي بجايه، خليها كيما راهي. معناتها حنا كي نجو نخليو هذه كيما راهي، ونجو التحويل واحد زوج ثلاثه نقلبهم مع بعض ونطبق. هيا جربوا تشوفوا كيفاش. استنى نجرب الاولى مع يانيس. يانيس افتح لي تشوف المايك تاعك وحاول طبق واش قلت لك. اوكي نديرو جورين هذيك، صح. معليش عبد الغني نسقسيك قبل، وراها السبجكت وراها الفيرب وراها الاوبجكت. السبجكت هو بيكاسو. فيري جود. زيد الفيرب هو بينتد. اكسلنت. الاوبجكت ليمور جيرنيكا، واسمها جيرنيكا. خلاص سبجكت فيرب اوبجكت قلنا هذه كي نصيبوها في الاخر دائما نخلوها في الاخر ما نمسوهاش. وش حدير هذه؟ خلي باش يركز معايا الاخر.
قول لي تشوف فرقة وشك رايح تدير، تمام. قول لي كفرك رايح هنا، الإجابة كيف راح تعطيها لي؟ هذيك جيرنيكا؟ قرنيتا ان 1937. لا لا، قلت لك هذه تبقى في بلاصتها ما تنساهاش. لا نديرو هذيك قرنيتا واز ايه الاخر painted ايه by بيكاسو ان 1937. very good. ها باي بيكاسو بيكاسو ان 1937. يا نيس هذه وين كانت؟ يا سمير، شوف وين كانت، كانت هي قلنا هذه الأخرى. كانت الاخرى، حطيناها هي الاولى، هذه كانت الاولى حطيناها هي الاخرى. وين راهي؟ هاي لك، حطيناها هي الاخرى لانه هذه اعتبرها شغل ما كانش. اوكي حطينا هذه الاخرى، ومن بعد واش قلنا؟ نحطوا ووز ولا وير. هنا مادام عندنا جرنيكا راهي مفرد درنا ووز، لو كان جات عندنا فيها غير الاس جرنيكاز لو كان درنا وير، مادام عندنا مفرد نحطوا ووز. ومن بعد خلاها لي painted، قلت لكم هذا الفعل، هذا الفعل اللي يعطيه لك بالحق يتحول الى الباست بارتيسيبل، بصح اذا صبت فيه ايدي خليها لي كيما راهي، ومن بعد دير باي. يعني غير هذه ثلاثه برك نداري. صح نسيت لك حاجه واحده اخرى، هذه كي تسيب كلمه باسيف فويس في 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 السؤال طبق لي هذه، هذه حطها الاولى، هذه التاليه، وحط لي واز ولا وير زائد الفعل زائد باي. يلا زيد حول لي تشوف الجمله هذه يا نيس. عندنا كاتب ياسين رت نجمه ان 1956، هذه تبقى كيما راهي. يلا حول لي وراها نجمة. اي فيري جود. نجمة من بعد واش تتبع هذه؟ تتبع هذه نجمة ووز ولا نجمة نجمة ووز فيري جود فيري جود ووز هنا رت. استنى انت خليك right. هو استنى نقول لك هو علاش خلى لي اللي فيه الايدي. انا قلت لكم كي تصيبوا ايدي خليه كيما راه، بصح نهار اللي تصيب الفعل تاعك ما فيش ايدي راه رايح يتبدل، لازم تكون حافظ القائمه تاعك. هو right. هي تولي ريتن لانه ماشي استمر، رد بالك باس بارتيسيبال. كمل ووز ريتن باي فيري جود. كمل بي اس ان ايه وما تنساليش هذيك ان ان ما بعدش ان كاتب ياسين اوكي ان 1965. هذا وش كاين؟ اوكي حسام الجمله الثالثه صح، ما ديليش هذه، خلينا من هذه اللي هات. كاين واحد الامورات خاش دوك نزيد نقول لكم عليهم، صعبت له الحاله واسمه حسام. حسام افتح الميكرو واعطيني الاجابات. they sold craft products. كرافت برودكت very good was sold by them. ركز مليح ركز مليح. was sold اسمع مليح products products where عدنا الجمع، رد بالك الجمع ما نديروش was نديرو where. Yes. Okay. إيه؟ Where sold. Sold لا لا sold تبقى كيما راهي لأنه هذه ما فيهاش إيدي، و past participle تاعها يبقى كيما راهي. Yes, sold. إيه زين. Very good. Very good. شفتوا واش دار هو ولا ما شفتوش؟ قال أنا قلت أنا عارفة بلي حسين ما شاء الله عليه. By them. شوف هذه they تحولت الى ذم. شوف نهار اللي يعطي لك ضمائر هنا وراك راح تحطهم في الاخير يتبدلوا، كاين اللي يتبدلوا كاين اللي ما يتبدلوش. شوف اللي يتبدلوا كيفاش يولوا، اذا عطالك هنا في البدايه اي في النهايه راح ترجعها مي. اوكي اذا عطالك شي ترجع تقولها باي هير. هنا عفوا هنا درتكم باي هير، هنا ثم باي باي مي باي هير. لو كان يعطي لك هي باي هيم خلاص. لو كان يعطي لك they كما قالنا by them. لو كان يعطي لك you تبقى كما راهي you. لو كان يعطي لك it تبقى كما راهي it. لو كان يعطي لك we نحن ترجع
as. خلاص هادو لازم تكونوا حافظينهم، هادو لازم تكونوا حافظينهم يا للأسف. خلاص بالنسبة للباس بارتيس، هذا قلت لك باس بارتيسيبال، الباسيف فويس خلاص حفظتوه، عرف فهمتوه يعني؟ was ولا where زائد الباس بارتيسيبال زائد باي، واقلب الكلمات الأولى والثانية والتالية. خلاص صح، نروحوا لتمرين آخر. التمرين الثاني وش يقول لك؟ write the comparative form of the adjectives between brackets. هنا الكلمة المفتاحية يا جماعة هي comparative. خلاص the comparative، لأن هي مقارنة، عبارة عن مقارنة. انتوما واش قريتوا في المقارنة؟ قريتوا ربع أنواع تاع المقارنة، قريتوا اللي نسيبوها comparative وحدها comparative، واش قريتوا superlative comparative form superlative form، قريتوا أيضا comparative، شوفه comparative of equality ولا comparative of inferiority. Inferiority. Inferiority ولا inequality نفس المعنى، اوكي؟ قادر يقول لك comparative of equality، عفوا قادر يقول لك comparative of inferiority، ولا يقول لك comparative of inequality، عندهم نفس المعنى، عندهم نفس المعنى صح. هنا كي يقول لك equality هي تاع as زائد adjective as، an equality هي not as as، superlative هي the زائد هذيك الصفة ولا the most، هذه دوك نشرحها لك، و comparative هي اللي فيها than، تجي هنا الصفة من بعد تجي ذا. اوكي شكون يفكرني بها؟ شكون اللي هو متذكرها ابي فري comparative of comparative form؟ شكون اللي هو متذكرها comparative form؟ comparative form. comparative form وش معناتها؟ معناتها راح تقارن حاجة مع حاجة، تقول هذه أكبر من هذه، هذه أجمل من هذه، معناتها الجزائر أجمل من تونس، الجزائر أكبر من تونس، محمد أطول من خالد، أمينة ذكية على سميرة، معناتها حاجة مع حاجة. superlative قارن حاجة مع عدة أشياء، حاجة واحدة مع عدة أشياء. أوكي نذكرك بالقاعدة، احنا قلنا هنا راح تدير صفة تقارن بيناتهم. عدنا كي تكون قصيرة وش نديرو؟ نديرو هذيك الأدجكتيف اللي عطاها لنا نلصق معاها ER وندير ذان. خلاص كي تكون طويلة وش ندير؟ ندير مور زائد الأدجكتيف اللي عطاهاني زائد ذان. كاين irregular غير منتظمة، هذيك راهي رايحة تتبدل، دوك نوريكم كيفاش يتبدلوا. المهم هنا كي تكون عندنا، نعطيكم واحد الاخر، كي تكون عندنا صفة قصيرة تتكون من consonant vowel consonant، كيما المثال big، كيما الصفة big، هاوليك الحرف الاول consonant وهذا vowel وهذا consonant، واش تجي دير؟ عاود دوبلي لها الكونسونت الاخير، الاخير عفوا، زيد لها اي ار، هاي لك جي زيد لها اي ار ودير ذان. زيد دقيقه دوك نجاوبك. مثلا تكون عندك صفه، حاله واحده اخرى، صفه تكون قصيره وتخلص بالواي وقبل الواي كاين كونسونت، واش تقول لك القاعده؟ دير لها هكذا، هذه التاليه دير لها اي اي ار ودير ذان. خلاص. اما بالنسبه للطاوله تكون يعني كامل كيف كيف. نجي نسالكم بالواحد، يلا الاجابه الاولى تجاوب بها لي عبد الغاني. صفات الغير منتظمه عندنا جود، تولي لك هكا تتبدل كامل، ما تحط لها لا القاعده الاولى تاع القصار لا القاعده تاع الطوال، تولي لك هكذا جود بيتر ذان، زعما باد worse than
far farther than. اوكي دوك نوريهم لكم مكتوبين يعني باش ما نطولوش في الوقت برك. حاولوا تجاوبوا لي في هذه الاولى. جاوب هذه تشوف عبد الغني قال لك الومبرا از بيج توبيكابي بالاس بيكتلي بيجست. انا شوف اسمعني مليح احنا رانا شوف اسمعني مليح كي تصيب كلمه كومباراتيف هنايا غير تصيب كلمه كومباراتيف روح ليهم هذو كامل دير لهم في هنا في الاخير ذان. ايه ما اخر ذان. اوكي واذا كانت قصيره شوف اذا كانت قصيره زيد لها اي ار خلاص. اذا كانت طويله اكتبها حطها كيما راهي وقبلها حط مور. هذه لازم تحفظوها ما عندكم حتى حل. هنا عندنا بيج قصيره ولا طويله؟ ايه قصيره تولي مور بيج ذان مور. وش حد تزيد لها شوف بيجر صح. اوكي نزيدوا لها اي ار خلاص هذه تفهمنا باللي رايحين نزيدوا لها اي ار. اوكي بالصح هنا فيها كونسوننت فاول كونسوننت فيها ثلاثه برك كونسوننت فاول كونسوننت. وش تدير الحرف الاخر عاود دوبل هاي القاعده خلاص. بيج تولي هذو ركزوا عليها. شوف هو دائما الاستاذ باينه بلي يعطي لك وحده اللي فيها اللي هذه اللي فيها كونسوننت فاول كونسوننت ولا اللي فيها تخلص بالواي باش ديرها اي ار دي. اوكي حسام الثانيه yes farther than هذه تتبدل لانها irregular. اوكي تحب تكتبها هكا بالاي ولا باليو هكا farther than. اوكي تاليه كل قصيره كل طويله ندير لهم قاعد ذن 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 على الاخير. اي قاعد لهم ذن لانها comparative غير تسيب كلمه comparative دير لها ذن مرة. اوكي زيد هنا الاخيره واسمك يانيس يلا ورا يانيس. يس ميس يس يلا الأخيرة يانيس. تجمع حل عندنا هنا is beautiful. القاعدة وش تقول لك؟ جبت ماما شاف هي كبيرة مادام أنها كبيرة زيد لها كلمة كبيرة كما هي. beautiful more لا لا more beautiful than a hamburger than more beautiful than. أوكي صح زيد قادر يجيك سؤال آخر وش يقول لك؟ use the correct comparative form. هذه اصلا شوف هذه كاينه comparative form وحدها وكاين هذه comparative form تتبرع تتفرع تقول لك comparative form of equality ولا inferiority خلاص. هنا راه قال لك خير بين equality and inferiority. equality معناتها كيكونوا زوج متساويين عندهم نفس الطول عندهم نفس الوزن عندهم نفس الاخر. اوكي و inferiority ما متعاكسين. اوكي هنا كي تجي دير ايكواليتي لازم تدير از والادجكتيف اللي عطاها لك ودير از انفيريوريتي نوت از زائد الصفه از. هذه من اسهل ما يكون. هنا عطالك تونيزيا از وقال لك الجيريا ومن بعد قال لك غير متساويين. انت اوتوماتيك مو بلا ما يدلك هذه لا تساوي راك عارف بلي تونس والجزائر ماشي كيف كيف. هنا واش من قاعده نديرو ايكواليتي ولا انفيريوريتي؟ هذا يس شدا غادي نخرج قول لي هنايا هنا واش راح نديرو از والادجكتيف از ولا نوت از از. هنا وعطاها لك مباشره ايكواليتي انفيريوريتي هنا نقولو نوت هنا ايه كمل كمل لك سويسوا از از لا لا دلك عدم التساوي ماشي كيف كيف الجزائر وتونس كيف كيف. هي واش معناتها از از معناتها تونس هي مثل زعما كل واسعه مثل الجزائر هي هذه مثل
انقلوا not as large as Algeria. اوكي صح. الان يانيس، India is populated China. هنا وش حد اللي as as ولا not as as؟ as as خلاص على خطر راهم قال لك هنا ديجا عطاها لك التساوي. اوكي نديرو as populated as China. as China. اي as China. لحقنا للتمرين تاع الصح يا جماعه، لحقنا للتمرين اللي لازم تركزوا فيه مليح، لحقنا للتمرين تاع الصح. كي يعطي لك الافعال بين قوسين كيفاش تصرفهم، قال لك write the correct form of the verbs between brackets، عطى لك افعال بين قوسين. ومن بعد قال لك الامير عبد القادر to be هو الفعل كان an outstanding figure in the Algerian history. اوكي صح، راهو هنا راهو يعرف لك فيه، راهو قال لك باللي الامير عبد القادر هو شخصية معروفة في تاريخ الجزائر. هنا مادام كي يعطي لك تعريف ليه، كي يعطيك تعريف الحاجة، هذا الأمير عبد القادر حب يكون ميت ولا يكون حي ولا يكون مهم، هنا كي يعطي لك تعريف وش يكون هو، هنا دائما دير المضارع. أوكي سو الفيرب تو بي اللي هو الفعل كان، كيفاش يتحول في المضارع؟ عنده ثلاثة، أم ولا إيز ولا آر. أم مع أي، إيز ولا آر مع المفرد، إيز مع المفرد وآر مع الجمع. هنا وش نديره في هذه الحالة؟ عبد الغاني، عبد القادر، وش ندير له؟ يس يس، وش نديره له؟ ها؟ هنا الإجابة وش أخديرها لك؟ كيفاش تحول لي هذا الفعل؟ هنا بي ايه، نديرو ام ولا ايز ولا ار؟ نديرو ايز. ايز ايز نديرو ايز لانه عندنا عبد القادر مفرد. اوكي نديرو ايز. خلاص نزيدو هي تو بي ا ريليجيوس اند ا ميليتري ليدر. قال لك زاد لك بي وحده اخرى هنايا، بصح هذه بي قال لك هو كان رجل تاع دين ورجل تاع معناتها رجل حربي، تحرب عسكري ميليتري. اوكي نديروا الفيرب تو بي في الماضي، احنا درنا الفيرب تو بي في المضارع، شوفوا فاش يكون الفعل تو بي في الماضي، عنده زوج اوجه، يا اما ووز يا اما وير. ووز مفرد، وير جمع. هنا واش عندنا؟ عندنا هي، مع هي واش نديروا؟ هي راهو مفرد، واش نديروا؟ عبد الغاني يس ميس، هنا واش نديرو معاه؟ ووز ولا وير؟ قلنا ووز مفرد، ووز مفرد، وير جمع. ايه وهنا واش عندنا هنايا؟ هي مفرد، معناتها واش نديرو؟ ووز. ووز فيري جود. اوكي ووز ووز اوكي. A religious military leader who fight. هنا ما زلنا نكملوها كامل في الماضي. علاش؟ Against the French colonialism. هنا الذي حارب ضد الاستعمار الفرنسي. الاستعمار الفرنسي وقتاش كان؟ دركا ولا في وقت مضى؟ وقت مضى. هذه fight لازم نحولوها في الماضي. وانا وش قلت لكم؟ الفعل كي نحبوا نحولوه في الماضي، القاعدة الكبيرة قاع وش نديروا له؟ وش نزيدوا له؟ شكلهم قاعدة كبيرة. ايه غير نقول لك الباست سيمبل، الفعل تاعك واش راح تزيد له؟ اودي. فيري جود. القاعده الكبيره هي انه الفعل كي تحب تحوله الماضي زيد له ايدي، ولكن المشكله انه يوجد بعض الافعال اللي هما irregular verbs ما تمشيش معاهم القاعده، ما تمشيش معاهم الايدي، كما هذه fight يتحول في الماضي الى fought. خلاص تولي fought. اوكي صح، ما زلنا في الماضي. قال لك هي فاوند، وش نديروها هذه يا عبد الغاني؟ ثاني الماضي وش تدير؟ هنا هي عندنا هي منزله مفرد،
ما يهمكش ما يهمكش، هذيك غير في الفيرب تو بي تحط تشوفها لا مفرد ولا جمع. في ال هنا وش قاعدة قلت لك الباس سيمبل وش تزيد له؟ ايه فوندد. Very good founded. زيد عبد الغني هنايا هي داي ان 1883، هاي لك 1883 تدلنا على الماضي، كيفاش نديرو؟ ايه هنا داي تحول، قول لي كيفاش انت قلت لك اي حاجه واش تزيد لها كي تجي في الماضي واش تقول لي؟ ادي خلاص هنايا مادام عندنا الاي زد لها غير الدي. اوكي دايد تو بيا اوكي غير دي برك. هذا ما كان خلاص هذي ما يتحولش. اه هذي ما يتحولش، ما يتحولش، هذا دايما يتحولش، زيد له غير الدي برك. اوكي يا نيس اروح لهنا. قال لك the great wall of China located in China. هنا رد بالك مس located. ايه very good. استنى جي هي في الحقيقة located، بصح هنا في هذه الحالة نهار اللي تكون تهدر على بلد تقول مثلا الجزائر تقع ولا تكدر هذه التقع لازم ندير هنايا is located. اوكي is situated هذا زوج افعال دايما. ها دايما دايما هل يجي تهدر على البلد زعما الجزائر تقع في شمال افريقيا. Algeria is located in. اوكي ولا is situated in، هذه ركزوا لي عليها. ومن بعد it build in the 4th century. هنا ثاني رد بالك مازلنا نهضروا على المبني المجهول. بنيت بنيت في القرن الرابع. واش نقولوا هنا؟ قول انا مس. ايه انت تكملوا هذو الزوج. هذيك مس مس درني ثقه. ها مس درني ثقه شو كمان نهبطها ولا ندني هنا؟ خلاص هكذا طيب طيب ما عاوز زومي شوي. صح هذا الفعل راهو في الم... كيفاش تحوله لي للماضي؟ نحي لو دي. ايه وباش تعوضها؟ هي في الحقيقه بتي. اكسلنت فيري جود. اوكي بولت فوالا بيلت، بصح مادام انها مبنيه للمجهول زيد لها في الماضي وود بيلت بونيه. اوكي المهم اهم حاجه انها وصلت لي بيلت هذيك واش تتواسي. زيد هنايا last year الله غالب ظهرك جو غير واعرين. last year we fly to London، رانا مسافرين لندن، كيف هدير لها؟ fly في الماضي كيفاش نزيدو is؟ لا لا هنا ما تزيدش، هنا ما تحتاج، خلاص كملنا هالجمله خلاص تدينا جمله جديده. ما عارف حولها لي صح معليش حولها كي انا كي قلت لكم اي فعل تحب تعود تصرفوا للماضي واش تزيد له؟ فلاي فلو فلاي تولي فلو فلو. اي صح هنا يا سي في الماضي واش تدير لها؟ نزيد لها تي نو مش متى سي مش متى سي تهدر سي شوف دقيقة دقيقة مش دقيقة السايت سو في الماضي تحسي هي سو صح صح هذا كان جيتك للواعرة راني جيتك للواعرة هنايا we not visit كي تكون من فيها كاينه أداة سبيسيال راك متذكرها عبد الغاني ميس داز داز في المضارع كي تكون مضارع مفرد داز نوت في المضارع مفرد ويل 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 في المستقبل فيوتشر زيد زيد ذكر دي نوت ديد خلاص قالها قالها ميس والله كنت حنقولها والله والله خلاص بصح انا قلتها مره واحده ماشي باش خضراس المهم كان يحوس عليها انا قلتهم كاع did not visit رد بالك زيد لها ايديا
هنا مور ديد نوت لازم يجي واش يقولوا له ستام. المهم أداة النفي في الماضي هي هذه، خلاص. انت قلت لي ويل نوت، هي تاع المستقبل. عندك دو نوت ولا داز نوت، هي تاع المضارع. اوكي ها، وديد نوت هي تاع الماضي. يقول لك express cause and effect. cause هو عفوا السبب، و effect هو النتيجة، خلاص. شوف السبب عنده أدوات، أدوات معينة نستعمله، هما كلمات معينة نستعمله، هما as، بما أن، because، لأن، وعدنا since، حيث أن، هذو يدلون على الكوز. أوكي، عدنا هذه النتيجة تاع النتيجة هي عدنا so لذا، عدنا therefore اللي تعني لنا وبالتالي، عدنا as a result. اوكي as a result تجي قبلها يا اما نقطة وهنا فاصلة، يا اما فاصلة فاصلة. اوكي هذو هما، هذو من اصمت الدروس، هذو من اصمت الدروس. بصح كي تروحوا لليسي تبداو تشوفوهم بزاف هذا. اوكي نعطيكم بعض الافكار. هي شوفوا هنا عطاكم، يعني يعطاكم الصعيب كامل. قال لك حط لي الكوز والايفكت. بصح انتم الا عطاكم تمرين كيما هذا راح يعطي لك على الاقل، يعطي لك يقول لك حط املا الفراغات ب از ب كوز ولا سو. اوكي الا عطاك هذه الكلمات عمر الفراغات بوحده من هذو. دائما سو تجي قبلها فاصلة، خلاص. therefore هي خطرات ما يجي معها حتى علامة تنقيط، خطرات تجي مراها فاصلة. as a result يا إما تجي قبلها نقطة بعدها فاصلة، يا إما فاصلة فاصلة. أوكي نجي نقرأ لك أنايا وانت حاول. قال لك he traveled to China، هي سافرت إلى الصين، ولا هو سافر إلى الصين. He wanted to see the Great Wall of China، هو حب يشوف سور الصين العظيم. هنا في هذه الحالة وش راح نستعمله؟ راح نستعمله تاع السبب. شكون هي اللي حتحطها هنايا؟ شوف نالي يكون عندك راح تحطها تاع السبب، تحط أي وحدة فيهم راهي صحيحة. أوكي ونقوله هو سافر إلى الصين لأنه أراد أن يرى صور الصين العظيم، يعني هنا نديرو بيكوز. ومن بعد وش قال لك؟ I didn't have some money، عطالك فاصلة، ها هي الفاصلة عطاها لك. لا إله إلا الله. بون كي تسيبو هنايا كي تسيبو فاصلة مباشرة تروح تحط لي سو، مباشرة ما نحوش قاعد تفهم، حط مباشرة سو. اوكي مباشرة زيد هنا عطانا فاصلة وش نحط؟ مباشرة سو. هو حيعطيك هذاك السؤال تاع يقولك املأ الفراغات بسو therefore since ولا، المهم قادر يعطي لك وحدة منا وزوج منا، قادر يعطي لك زوج منا وحدة منا. اوكي هذا مكان هكذا باش تكون عارف. اذا عطالك هذه خدش هي لك هنا فاصله، اذا عطالك نقطه فاصله هنايا حط لي از ريزولت، مثلا هنا نقطه وهنا فاصله حط لي از ريزولت. اوكي سو هذو بقاو لنا هنايا هما راهم تاع الكوز. قال لك وي وير هانجري، كنا جيعانين. وي وينت تو ذا ريستورانت، رحنا للغيستورون. هنا واش حنقولوا؟ نقولوا بما أنه كنا جيعانين، ولا يقول حيث أن كنا جوعانين رحنا للريستورون، لأنه كنا جيعانين رحنا للريستورون. هنا بالنسبة تاع الكوز حطوا أي وحدة راح تجي معاها. أوكي دير آز، دير سينس، دير بيكوز، كامل يجوا صحاح.
خلاص. هنايا many tourists go to Malaysia, it is very beautiful country. بزاف ناس يروحوا لماليزيا، هي بلد جميل. وش نقولوا؟ لأنها، أوكي، لأنها بلد جميل، حيث أنها بلد جميل. أوكي، سو هنا نديرو because، ولا يعني قلت لكم هذوك تاع الكوز أي وحدة تجي معها راهي صحيحة. داكو، نروحوا للتمرين الموالي اللي هو هذا. خلاص، قال لك tick the correct box to form positive ولا opposites of the words using suffixes. responsible باش نجيبوا الضد تاعها، باش نصنعوا الضد تاعها، نزيدوا لها في البدايه هنايا l ولا m ولا n ولا r ولا n ولا this. responsible واش نقولها؟ Irresponsible. Very good. على خاطر تبدا بالار ندير لها اير. اوكي، الثانيه عبد الغني legible. Yes miss. Yes legible. باش ندير لها العكس تاعها واش نزيدو لها في البدايه؟ ال. Illegible على خاطر بدات لنا بالال. بصح ردوا بالكم هذه القاعده ماشي ثابته، ولكن اغلبيتها يجوا على هذا الحال. Fair. هيا قول لي يانيس. unfair. very good. هذه ولا هذه؟ un. now so هذه un unfair. okay. عبد الغني probable. improbable هذيك. هي n. okay. n. n. yes. ان دايركت يانيس. دايركت ام ان دايركت. ايه بصح وين هي؟ ان دايركت. اوكي فيري جود. ان دايركت. وش يسموه عبد الغاني؟ وش نقول؟ مورال. امورال. immoral. very good. m loyal. illoyal. هذه illoyal هي في الحقيقه الاصليه كامل تجي disloyal، ميم illoyal ماشي غلط. اوكي disloyal هذو بالك ممكن يديروهم لكم، مانيش عارفه راني نقول برك. نزيدو تسعة. قال لك give the correct form of the verbs between brackets. دائما هذا اللي قلت لكم هذا السوجي ولا هذا الاخر يتعاود بزاف. هنا كي تجي تقرا لازم تلاحظ الكلمات الموجوده عندنا. عبد الغني قرا لي الجمله الاولى. dropped a glass while I wash the dishes. هنا واش عندنا وراه الكلمة اللي تخليك تصرف الفعل، هي تقول لك صرفني، أنا راني موجودة صرفني، صرف لي الفعل تاعي في الزمن. while very good. فكرني في القاعدة تاع while واش تقول لك؟ اللي تكون قبلها في البريزنت سامبل، اللي تكون وراها في الباست كونتينيوس. اللي قبلها في الباست سيمبل، رد بالك فيها ايدي راهي في الباست سيمبل، واللي موراها فيري في الباست كونتينيوس. حول اللي تشوف الكلمة هذه في الباست كونتينيوس. washing صح راني معاك washing، بصح خاص فعل اخر قبله. ايه ويل. لا لا ايه ماشي ويل، يا اما was يا اما وير. was ولا وير؟ هنا واش نديرو؟ نديرو was ولا وير في ذي الحاله؟ ايه هنا وير عندنا الجمع. وير الجمع اللي عندك؟ ايه وير وراها الجمع اللي عندك كي درت لي وير. ها هي شوف لي الكلمه هذه، شوف لي الكلمة اللي قبل الفعل عندنا I. I جمعها was. I راهي مفردة. أوكي؟ yes. صح؟ أوكي الثانية يا نيس. دقيقة ميس رايك أحلى ما يش نشوف. He to drive fast when the policeman when the policeman to stop him. هنا وراهي الكلمة اللي تبين لك تصريف الفعل. كيفاش تصريف؟ to drive
كاين كلمة، كاين كلمة، هو قال لي ميس كاينة وايل، على بيها هنا نحط الباست كونتينيوس وهنا نحط الباست سيمبل. هنا حوس لي كاش كلمة واحدة أخرى هي تقول لك كيفاش تحول الفعل تاعك، كلمة مفتاحية. قولها لك، ها خلي هو بالك يسيبها، قولها لك خليه. وين؟ فيري جود. وين والقاعدة تاع وين واش تقول لك؟ اللي موراها وين تحطو؟ ايه فيري جود. اي ان جي هذاك اسمه الكونتينيوس، باست كونتينيوس. وين تحط لي الباست سيمبل وين تحط لي الباست كونتينيوس؟ باست كونتينيوس الاول والدوزيام باست سيمبل. فيري جود، هي عكس وايل. اوكي يلا صرف لي تشوف الفعل. الفعل الاول تو درايف. هاي هاي لك عندك was. He was drive. Driver. Driving. Driving. Very good. He was driving. On bad. The policeman stop. حتحط هالي وين؟ Stop it. Very good. Stopped. في الماضي. Past simple. Okay. هنا رد بالك برك دي لي دو بي وزيت اي ودي. اوكي خلاص فهمتوا بالنسبه لوين وايل ما تغلطوليش فيهم. وين دائما اللي تجي موراها تحطوا لي في الباست سيمبل، الاخر حطوا لي في الباست كونتينيوس. لو كان نجي نشوف هنايا مثلا هذه يلا الان وش يسموه عبد الغني الجمله رقم 5 she never study Japanese. هنا وش عدنا عبد الغاني الخامسة؟ هكا هنا عبد الغاني الجملة رقم 5 ها she never study Japanese. هندي روز لا لا. هنا وش عدنا الكلمة، الكلمة المفتاحية وشنو هي؟ لا never. Never. اوكي والقاعدة واش تقول لك؟ تقول لك كي تلقى never الأبر. ever just enjoy. لا لا ماشي هذوك never ever just. واش الفعل تاعك؟ الفعل تاعك راح تحط ها الفعل تاعك راح تحطه في البريزنت perfect simple. لا لا perfect والبريزنت perfect وشنو هو؟ have ولا has زائد الباست بارتيسيبل. بارتيسيبل اوكي صح. طبق لي تشوف have ولا has زائد الباست بارتيسيبل. has اوكي she has very good لانها مفرد. زيد no never. never دائما never. إذا كانت عندنا never ولا ever ولا just نحطهم بين الفعل الأول والفعل الثاني. أوكي نديرو never study كنا نديرو إي very good. نحولوا هذه للpast participle وهذا بما أنه فعل regular زيدوا له إيدي. أوكي هاي لك excellent very good. أوكي صح. وش يسموه يا نيس الجملة رقم 7 سامير and his friend just catch. طبق القاعدة. ميت نستعملوا ولا كيفاش؟ have ولا has زائد الباست بارتيسيبل. have ولا has. have كيكون عندك جمع و has كيكون عندك مفرد. زائد هذا الفعل الاصلي تاعك حطه في الباست بارتيسيبل. has هنا عندنا سامير and his friend. ايه have اوكي فيري جود. have just catch catch وهذه catch فيري جود just catched صح. هذه انا نديرها لكم. هنا يقول لك I never هذه الناحيه النط
وش ندير هنا؟ عندنا اي، ندير اي هاف، رد بالك اي تمشي معها هاف. اي هاف نيفر، الباست بارتيسيبل تاع اي ما تمشيش معها الايدي. ريتن الباست بارتيسيبل هي ريتن، اوكي هي ريتن. فهمنا هذو وقتاش؟ هذو كي نصيبوهم نحطو البريزنت بيرفكت. البريزنت بيرفكت هو هذا، اوكي. زيد واش عندنا؟ عندنا الجمله رقم 10 ولا التمرين رقم 10، قال لك اي فيل ان ذا جابس يوزين لايك مثل ان لايك على عكس وراز بما ان. شوف عندنا لايك تربط بين جملتين خلاص يكونوا عندهم نفس المعنى، اوكي. وراز وان لايك يربطوا بين جملتين متعاكستين في المعنى. شوف قال لك هنايا her sister who is social and social she is very friendly. قال لك اختها التي هي غير اجتماعيه هي تحب الصداقه. هنا وش عندنا؟ عندنا جملتين متعاكستين اخي. هذه اصلا ان سوشيال هي عكس فريندلي، صح ولا لا؟ معناتها راح نحطوا ان لايك ولا نحطوا لايك، خلاص لازم تخير وحده بيناتهم. بصح ما تديرش في راسك. واش تقول لك القاعده؟ واش تقول لك؟ تقول لك تحط وراز الا كانوا جملتين طويلتين، زعما تجي وراز قبلها جمله طويله ومرها جمله طويله، معناتها هذه فيها فعل جمله فعليه واللي مرها فيها فعل جمله فعليه، اوكي. وش يسموها؟ ان لايك تقول لك اللي قبلي يجيبها لي طويله فيها فعل، اللي مرايا تكون قصيره، ولا كاينه حاله واحده اخرى تكون طويله ولكن لازم يكون فيها هو ولا ويتش ولا ذات ولا وين ولا وير، اوكي. حنا نجو نشوفو الجمله تاعنا واش فيها. راهم طويلتين وفيها هو، اوكي. يعني واش حنحطو؟ لايك. لايك هي مثل، عندنا متعاكستين هي ان لايك. ان لايك حطو ان لايك لانهم جملتين متعاكستين والجمله الاخرى فيها هو، اوكي. نزيدو الجمله الثانيه، قال لك هي از شاي هيز سيستر از تالكاتيف. قال لك هو حشام واخته ثرثاره. هنا ما عندنا فيها لا هو لا وش لا والو، جملتين متعاكستين واش نحطو؟ ان لايك. نحطو ان لايك ما نحطوش ان لايك. على بالك علاه ما نحطوش ان لايك؟ لانه الجمله الاخرى ما فيهاش هكذا ويتش ولا، نحطو وراز، اوكي. I want to be a doctor my cousin. هنا غير تصيبوا مهنة ديروا لي لايك خلاص. هنا ايفل تاور is big، برج ايفل طويل. big ben is small صغيرة. هنا جملتين متعاكستين، الجملة هذه فيها which، مادام فيها ويتش نحط لها ان لايك. هذو غير خدع برك باش تعرفوا تحطوا ان لايك وتعرفوا تحطوا ويراز، اوكي. نروحوا هنا للامبيراتيف. عبد الغني دير لكم امبيراتيف ولا لا؟ امبيراتيف ايه الامر، فعل الامر. والله انا باين نجيب لكم القهوه ما كان لها تجيبها، انا شتها ونسيتها. ورا راهو هنا واسمو جاوبني. يانيس قال لك rewrite the sentences using the imperative form. حط لنا فعل الأمر. يلا حاول لي هذا اللي تفكر معايا فعل الأمر. تخيل هذه جاتك في الاختبار، حاول فيها. قال لك you shouldn't speak loudly. كيفاش تحولها لي إلى فعل الأمر؟ قال لك ما لازمش تهدر بصوت مرتفع. واش تقول؟ speak shouldn't loudly. حاود؟ shouldn't speak loudly. لا لا، نحي لي اليو ونحي لي shouldn't كاع، ومادام عندنا هنايا النفي واش نديرو باش نعوضو؟ not
مشي نوت وحدها. Do not. Do not. وكملها غير تصيب كلمة not يتصيبها ك an apostrophe t ولا تصيبها not في الجملة لازم تبدأ لي بdo not وكتب لي هذيك speak. Do not speak loud. فوالا هذا مكان. وخطرت خطرت هذيك شو do must ما يعطيها ليش. يس عبد الغاني. أنا حطيت لك الورق هذوك الورق في الميساج تاع تيليجرام الدخلي هنا في الزوم هنا هذا ميساج صح اوكي معليش صح دوك انت دير لي هذه الجمله تشوف يو ماست ستادي هارد تو سكسيد هنا يو ماست هنا يو ماست نحوها ايه وديروا تو داي هارد تو ستادي هارد تو سكسيد خلاص هذا مكان هذه نفس الشيء فيها نوت نحي هذه ونديروا don't play إلى آخره okay play in the classroom okay هذه ردوا بالكم تذكروها برك للimperative نروحوا هنا طالك بعد السؤال give the superlative هنا طالك السuperlative مقبلة شفنا الcomparative ذكرنا نشوفوا السuperlative superlative هي عبارة عن ماذا عبارة عن the في البداية زائد إذا كانت صفة قصيرة نديرو est ولا إذا كانت صفة طويلة نديرو the most وإذا كانت irregular راهي رايحة تتغير أوكي حاولوا تديروا هادو هادو هنا ممكن نجبد لكم يعني كيفاش تكون irregular أوكي سنة كي يعطي لك good راح تحول لك the best bad the worst far the farthest many ولا much تولينا the most little ولا less تولي the least old تولي the oldest ولا the eldest okay نبدأ ونجربه في اللولة اللولة هذه strong strong هذه وش تعتبرنا طويلة ولا قصيرة رد بالك هذه رأي قصيرة لأنه فيها وحدة سيلابة كي تكون قصيرة وش تقول لي وش تزيد لها هذيك جوج تكررت مرات تولي ذا زيد لها هاي لي كتب لي strong زيد est لانها قصيره وعطالك هنا superlative تذكر fabulous يعني fabulous طويله ولا قصيره طويله راهي باينه وش طبق لي طبق لي هذه القاعده the most وخلي لي الصفه كما راهي the most fabulous خلاص the most عبد الغالي اللي مراها modern yes كي طويله ولا قصيره طويله اوكي طبق القاعده هذه تاع the modernest the most هاي طويلة هاي القاعدة كي تكون طويلة ها دير لي the most وزيد لي الصفة كي تكون قصيرة زيد لها est the most modern خلاص good تتبدل قاع تولي the best اوكي هادو يعني كي يعطي لك superlative طبق هاي superlative طبق لي هذي ردوا بالكم عندك التمرين رقم 13 put the verbs between brackets in the correct form اوكي الجمله الاولى يانس she to be a good citizen if she to be help هنا عندنا if يا اخي she is very good لا 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 استنى 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 القاعده واش تقول لك تقول لك if اللي تجي مراها دائما present والاخرى يا إما future يا إما imperative imperative نهار اللي ما يكونش عندنا subject وكي يكون عندنا subject نحطه future حنا إيه فورا اللي جات مراها ورا الفعل اللي جا مراها to be رقم واحد ولا to be رقم اثنين to be رقم اثنين خلاص to be رقم اثنين هنا 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 تقول لي is هنايا على خاطر عندي شيء لازم هذا تحطوا لي في المضارع أوكي is صح واللي ماشي جاي معاها واش قلنا نحطه يا اما في الفيوتشر يا اما في الامبيراتيف هنا وين نحطه في الفيوتشر ولا في الامبيراتيف
في الفيوتشر. علاش؟ imperative. لا نحطه في الفيوتشر راك صحيح، على خاطر عندنا فاعل لو كان جا قبل الجمله تبدا بالفعل لو كان راك حطيت لي imperative. اوكي هنا تحطه لي في الفيوتشر. يلا حط لي في الفيوتشر. ذكر لي فيوتشر المستقبل. نزيد نحطه تو بي كيما راه ونزيد كلمه قبل ويل. ويل هذيك هي سواسوا ويل بي. خلاص. الثانيه عبد الغني، عندك اف ريجت في البدايه، اف القاعده واش تقول لك؟ اللي موراها البريزنت سيمبل، والاخر يا اما فيوتشر يا اما امبيراتيف. يلا هنا واش دير لك عبد الغني؟ if to work, if you to work. هنا دير ويل. وين دير ويل؟ البداية. لا قال لك if اللي يجي موراها، شاف if اللي يجي موراها دائما يجي present. هنا كي جات في الوسط جا هذا موراها، وكي جات في البداية جا هذا موراها. خلاص يلا حولي تشوف هذيك to work في المضارع. ايه تولي وركد. لا هذيك الماضي الباست. الماضي البريزنت وش تدير لها؟ شوف البريزنت كي يعطيك هنايا جمع ولا ضمير اي خليها كيما راه. اوكي ايه كيما راه. اذا طاها لك مفرد زيد لها اس ولا اي اس. شفيتو؟ ايه خلاص عرفت. وهذا ذوك الفعل اللي ما جاش مورويل وين تحطه؟ لما جاش مورويل هاي قاعدة الفيوتشر لأنه فيها سابجكت. هذاك راه هو ما فيه ما قبلوش كاع اف. ها ايفالا بصح قبلو ويل الجمعة يبقى كيما راهو بصح راح ديروا لي في الفيوتشر حد ايه ويل 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 وضحوا لي خلي لي فعل كيما راه. اوكي هذا ما كان yes. ويل سكسيد. خلاص ما بقالناش بزاف. هنا قال لك put the verbs between the brackets in the correct form. هنا ثاني مازلنا في الافعال بصح رد بالك شوف واش عطالك هنايا. I like to eat chocolate. I enjoy to play football with my friends. I dislike to get up early on weekends. او عبد الغني رافد يده. صح عبد الغني. يلا هنا واش عندنا في الجمل تاعنا؟ شوفوا عندنا لايك عندنا انجوي عندنا ديسلايك عندنا لاف. هذو الافعال واش نديرو لهم؟ هذو افعال نديرو لهم قاعد الاولى هذيك تاع شوف كي تصيب هذو افعال تاع الشعور تاع الحب والكراهيه واش دير لهم؟ عندك لايك عندك انجوي عندك ديسلايك عندك لاف عندك هيت. هذو نسموهم افعال تاع الحب والكراهيه. الفعل اللي يجي موراهم دائما ذكر الفعل اللي يجي موراهم. انت غير تصيب فعل تاع لايك ولاف وكامل الفعل اللي موراه زيدو اي ان جي. اوكي كيما ايت في ايتين ايتين. خلاص هذا ما كان بلاي 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 بلاين جيت جيتينغ جيت. هنا يا رد بالك ديرو دبل تي. اوكي جيت جيتينغ. خلاص صح تقريبا هذا ما كان. بقاو لنا غير الفاينل اس والفاينل هادو. هذا الصوت واسمه اي وهذا الصوت اي. هادو ساهلين على خاطر يعطيكم كلمات هنايا بيناتهم. داكوغ تحل استاذ هذيك هذيك الالف والياء. هذه الالف والياء تشابه بصح النطق مختلف. هذه اي وهذه اي. هذا ما كان.